بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في جولة في قصر الأواني اللي هو فرع النهضة، طريق خريس بجوار أسواق جرير الجديدة. هنا إن شاء الله احنا في قسم الأجهزة الكهربائية. هنا المكنسة دي اسمها هوم إليك أحمر 2000 واط، هي 50-60 هرتز يا جماعة، و2000 واط أهي، بس مش مكتوب باللتر كام. هي كانت 439، دلوقتي 349 ريال أهي يا جماعة، 2000 واط دي اللي هي بعجل، بس شكلها عملاقة ما شاء الله. ايه هنا البرميل دي، السيف برضو، السيف إليك ايه 2000 واط برضو، 21 لتر، الكهرباء بتاعتها 220 برضو عملاقة ما شاء الله. دي برضو دي 18 لتر الشكل ده، و1800 واط، كانت ب299 دلوقتي ب249 ريال اهي. دي برضو هوم إليك، دي هوم إليك كانت ب329 دلوقتي ب229، نازل عليها عرض 100 ريال اهي. اهي يا جماعة معلش عالية شوية، هي 25 لتر يا جماعة، يعني كبيرة، دي 25 لتر و2000 واط. هنا المطاحن بقى، المطحنة دي ميدن شاينا اهي، عشان نبقى واضحين، ميدن شاينا ب185 ريال. المطاحن دي مش نازل عليها عرض، 185 ريال و50-60 هرتز ايه. يا رب يكون واضح. كهرباء 220 و240 50-60 هرتز، وهي 450 واط، وميدن شاين دي ميدن كوريا بقى، دي ميدن كوريا و250 واط و350 ملي رمادي، وبكام؟ ب299 ريال، كلهم دول ميدن كوري برضو، 250 واط و300، بس ده رخامي وده رصاصي وده اهو، 350 ملي، 250 واط اهو، وميدن كوري، والكهرباء بتاعتهم 220 فولت اهو. دي السيف إليك برضو، اخت دي مومية دي برضو، دي ميد ان كوريا، ميد ان اهي، ميد ان كوريا اهو. دي بقى جانو كانت ب99 ريال اهي، دلوقتي ب68 ريال المطحنة دي، ميد ان شاينا 50-60 هرتز، 220 و240 فولت. الوط بتاعها كان ده 250 واط، ب68 ريال، من 99 ريال نازل على عرض. دي هوم إليك ب73 ريال، من 82 ريال، 200 واط. دي برضو دي مطحنة برضو هوم إليك، مش نازل عليها عرض، 143 ريال، 300 واط. ودي هوم إليك، أنا كنت جايبة زيها بس إيه، هوم ماستر أختها بالظبط ونفس اللون. هنا هي مش نازل عليها عرض، هنا بكام؟ 100 أهي يا جماعة،
187 ريال. انا كنت جايبها من على كيفك ب99 ريال. هنا المطحنة دي هم إلك برضو كان ب173 ريال، دلوقتي ب155 ريال، 800 واط، يعني قوية دي، 800 واط قوية، 800 واط يعني ما شاء الله مطحنة قوية، ب155 ريال ومحكمة، محكمة الإغلاق اهي اهي جميلة، هي حلوة بصراحة. هنا خلاط جانو ده مكتوب غير قابل للكسر، مكتوب عليه غير قابل للكسر، 182 ريال و450 واط، 4 في 1. ودي المطاحن بتاعته مكتوب فيه عليه 4 في 1، براون ب405 ريال. طبعا براون ده ألمان، 800 واط ولتر و700، والجاك بتاعه ازاز. ده كنود ب309 ريال اهو، 650 واط، وكام يا جماعة؟ هو ده اللي مكتوب، ده كنود اهو ب249 ريال بالشكل ده يا جماعة. كل دي مجموعة خلاطات اهي، هم إليك وبرضو هم إليك، هم إليك، هم إليك، كلهم هم إليك. مجموعة كبيرة ما شاء الله من الخلاطات وأشكال كتيرة اهي، في منه البلاستيك المقوى، وفي الاستانلس كله، ده ب219 ريال، هم إليك ده 600 واط ولتر ونص، والجاك بتاعه ازاز اهو، ده ب199 ريال، 400 واط ولتر ونص، 2 في 1 يعني، ده ومع المطحنة بتاعته، المطحنة ازاز برضه. ده ما شاء الله عملاق، ده ب800 اللي هو ده، وبتاتش يعني، يقول يعني، وعليه كل الحاجات اللي انت ايه هتستعمليها يعني. ده 2 لتر كان ب879، دلوقتي ب764 ريال اهو، اللي هو ده التاتش ده اهو يا جماعة، وهو الاسعار هم إلك برضو، كلهم إلك، والسعر بتاع ده اهو، والسعر بتاع ده حلو برضو. ده الجاك بتاعه مش ازاز، اكليريك، 1800 واط و3 لتر، قوي ما شاء الله، 1300 واط ده كان ب695، دلوقتي ب565 ريال اهو. ده برضو تاتش حلو برضو، هم اليك 700 واط، بس ده الوات بتاعه كبير ما شاء الله، 1800 واط، ده 700 واط اهو، نازل على عرض بقى ب500 ريال، يعني 499 يعني 500. وده منه الاحمر اهو، وده الابيض، وده ب139 ريال برضه، هم إليك اهو. ودي يا جماعة كراتين، هم اللي عايز يستفسر عن حاجة، كراتين 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 ما شاء الله، كل دي الكراتين بتاعتهم. هنا في عصارات، العصارة دي برضو هم إليك اهي،
ذهبي 150 واط، كانت 459، دلوقتي ب359، نزل عليها 100 ريال. أيه. والعصارة دي برضو من هوم إليك 150 واط برضو، بس دي لونها أحمر، دي لونها أهو ذهبي، ودي لونها أحمر، ونفس الوط ونفس السعر، نزل عليها 100 ريال، من 459 بقت ب359 أهي. ودي برضو بس دي الفضي أهي. في ايه تاني هنا؟ في اللي هي القلايات اللي بدون زيت هم إلك برضو أهي، عملاقة ما شاء الله كبيرة جدا أهي، كانت ب689، دلوقتي ب419 ريال، 1200 واط. لا كام واط؟ أهم حاجة الواط يا جماعة. طلع يا هم إلك 1200 جرام ديجيتال أبيض، ده يعني تشيل 1200 جرام، ومكتوب كده بس، بس عملاقة ما شاء الله كبيرة جدا أهي. في منها الاسود برضه اهي، بس عايزين نعرف كام واط كده، والكهرباء بتاعتها ما شاء الله هي عملاقة جدا. ادي الابيض دي بقى برضه 1200 جرام، وهم إلك برضه بس دي سعر اقل شوية، كانت ب635، دلوقتي ب333 ريال. يا جماعة ما شاء الله كل دي قلايات، دي برضو بربعية 399 ريال، من 635 ريال اهي، برضو تشيل 1200 جرام، اللي هي القلايات اللي بدون زيت يا جماعة، كله هم إلك اهي. اهي دي كام بقى؟ دي 1800 واط، الاسود ده 1800 واط برضه هم إلك. يا رب الصوت يبقى واضح يا جماعة، أنا آسفة يعني.